ما يخص الحالة الراهنة ديال كوفيد، هي مخيفة مرعبة، لا تعطيك واحد الرؤية ديال المستقبل. صار واحد إزعاج داخلي في كل العائلات، في كل الأوساط، حتى في المسيرين والمسؤولين. لكن الموقف ديالي ما كان شيء ما مختلف، هو الاختلاف. لما تكون الحرب كل من يتراجع أو يهرب إلا كي تبقى عليه الفشل أو السقوط أو الهزيمة. احنا ما مولفينش كمغاربة نواجه الهزيمة أو نواجه الخوف أو نتهربوا من الصعوبات. الآن على ما توضح لي أن الفيروس تبع الناس والناس هاربين، وكل شيء هارب كيتخبى على حسب الطريقة ديالو، إما يتخبى في الدار، إما يتخبى في الكمامات، كل واحد كيفاش تبقى غادي يلقى واحد الوسيلة اللي كيتهرب مع واحد المخلوق اللي تلحد الآن حتى واحد ملقى الوسيلة قاضية باش يتحكم فيه. معناه ما كاينش واحد الدواء، ما كاينش واحد اللقاح، وما كاينش واحد الوسيلة اللي غادي تقول هذه صافي بها غادي نتعامل وغادي. إلا حاجة وحدة باش كتعرف، ما يسمى بالفرنسية لا دومي بي، قياس ديال الحياة ديال هذا المخلوق. الله أعلم، إلى ما يكون الله سبحانه وتعالى جعل في أضعف خلقه يجعل فيه سره، ويجعل سره في أضعف خلقه. إذا كان فيه السر ديال مولانا، هذا شيء ما الجواب ديالو إلا روحاني ورباني، كيفما كان الحال كل شيء هو رباني. الآن كنطلب من الناس ما يبقاوش واحد الموقف ديال الحرج، ديال الإحراج، ديال الخوف، ديال الهروب، لا. هاد العدو يخص الإنسان يقلب الموقف، ميبقاش يعطيه الظهر ويشوفو على الأمام. على الأسف أي حرب اللي كيكون فيها مواجهة كيكون فيها ضحايا، ومع الأسف أن الضحايا في هاد الحرب ما كيمشوش فيها هذوك الشباب ولا هذوك القويين، ضئيل العدد ديالهم، لكن اللي كيمشيو ضحية ديالهم هما الناس اللي عندهم أمراض معوز، اللي عندهم واحد الأمراض عايشين بها مزمنة واللي كيتبعوها لمدة شهور أو سنوات. المثال القوي اللي عندنا فيه أظن الله أعلم 6 ملايين ديال مرض السكري، السمنة اللي عندنا تقريبا 10 مليون ديال السمنة، أمراض القلب، أمراض الفشل الكلوي، الأمراض النفسية، كاين عدد ديال الأمراض اللي إلا دخلها هذا الفيروس كيزيد يضعف المناعة ديال هاد الناس. ولهذا هاد الحرب كيخص يكون الحائط الاولاني هما الناس اللي عندهم بعدا واحد المناعه اللي عندنا دابا مضمون، هو الناس اللي تشافوا، هذوك اللي تشافوا معنى ان كان فيهم الفيروس وانهم تشافوا عندهم واحد المناعه. لان ما كنعرفوش النسبه ديال المناعه وشحال غادي تطول، لكن عندهم مناعه في هذه الفتره الصعبه هما اللي خصهم يكونوا امن الامان. التعريف بهذه الحالات اللي عندهم المناعة، هذا خصهم مش يخدموا وما يتوقفوش، ما يتسمش عليهم طريق، لا تهان واحد 50 ألف. ولكن أقول وأكرر، إلا مشي درنا على البحث على الناس اللي عندهم المناعة والتحليلة سهلة سيرولوجي،
يمكننا من 50,000 يمكن نوصلوا ل 500,000 واحد عنده المناعه لا سيما. وما بالك الى درنا هذا الفحوص ومشينا لقينا واحد 5 مليون ديال الناس اللي عندهم المناعه. اذا كان عندك واحد الدوله فيها 35 او 36 مليون ديال البشر وعندك فيها 5 مليون ديال المناعه، راه عندك واحد سلاح قوي باش دافع على الناس وتواجه هادشي. كيف ما كان الحال، الحالة الحرجة والخطيرة اللي عندنا هي اللي كتهمني اليوم. لا يهمني بتاتا العدد، قلتها وهو فارغ. العدد هو واحد البحث على واحد النوع ليس بالفيروس. لما كيبحثوا على واحد الأجزاء اللي كتكون الفيروس وليس الفيروس. الفيروس عنده 3 مكونات اللي كيبحثوا عليهم، داخلي الغشاء ديالو او ديك لايرين ديالو هذا، وزيادة شحال ما كتكرر داك البحث وكديرو كتدخلو فواحد كيسمى اونوبليفيكاسيون. وخا السيد ما عندوش كورونا يقدر يخرج بوزيتيف، لان شنو كيخرج بوزيتيف؟ ماشي هو الفيروس، هو المكونات ديال الفيروس. وهنا المختبرات كتختلف، وكاين واحد العدد اللي كنا كنخوفو منه قبل، هو العدد ديال النسبة ديال اللي كتكون سلبية وهي تكون حقيقية كتمثل 30%. لكن الخطورة مؤخرا بعد الابحاث إلى هارفارد أن العدد اللي إيجابية وهما سلبيين هو كيتجاوز واحد الكمية عالية، يقولون ما يناهز 80 أو 90%، ممكن مبالغ فيه. كيف ما كان الحال ولو تكون إلا 50%، معناه كاين 50% من الإحصائيات اللي عندنا أنها ليس لها. كيفاش كيكون واحد التناسق ما بين هذه الابحاث ديال هارفارد وديال النتائج؟ كنعرفوا بلي ان اكثر من 50 60 70%، بعض المرات 90% ديال الناس عندهم هما حاملين الفيروس وليس لهم اعراض. من حامل الفيروس لا يشكي نفس المشكل كمول الاعراض. احنا على ابواب باش غادي ندخلوا واحد الفتره ديال أرواح لاغريب. وكيفاش غادي نفرقوا ما بين لاغريب والكوفيد؟ غادي تكون صعبة. ولي بغيت نسأل العوام، لما كيكون شي واحد فيه لاغريب واش كتوقف الحركة؟ كتوقف الدنيا؟ كلشي كيتوقف؟ واش واحد كيخرج داك السيد اللي في العائلة فيه أرواح وعارفو غادي يعديه، وكيعرف بلي غادي يعدي مراتو وغادي يعدي ولادو وغادي يعدي وما كيحترم حتى شي حاجه، كيتعدى وكدوز الامور بسلام. الان التساؤل، من سبب الوفاه؟ الناس يقولوا سبب الفيروس، الناس كانوا عايشين دوك الامراض المزمنه، وناس كيقولوا ان سببه هما الامراض المزمنه، وكان طاح فيه داك الفيروس هو بالصحه ديالو عاديه ما يكونش. دابا الان كاين واحد مذاكرة من القاتل، هل الأعراض أم الفيروس؟ لو هذا السيد ما جاش الفيروس باقي عايش، ولو إلى هذا السيد ما في ذاك الأمراض المفرطة أو اللي ما عنده المزمنة ما غاديش. قد تسأل كيف ما كان الحال، هذو من الحالات اللي خصنا نقلبوا عليهم؟ معناه أن الناس كلهم اللي عندهم حالة مزمنة واللي عندهم اعراض في هما معترفين مثل فقد ديال الذوق، فقد ديال الشم، فقد الدم، فقد ضيق في التنفس، او يكون عندهم سخانه، او يكون عندهم العظام ديالهم، العضلات ديالهم، كل شيء يضعهم. هاد الناس كنبلغ العائلات انهم اليوم في اقرب وقت يبداو العلاج، يديروا الفحوصات ديال الكوفيد ويبداو العلاج، ماشي حتى تكون ايجابي عادي يديروا العلاج. مبدئيا عنده اعراض يقصد يبدا العلاج. ثانيا هو خصنا نقربوا الفحوصات الى المواطن ليس العكس، وان الاطباء لا قطاع العام ولا قطاع الخاص يساهموا في هذا العلاج ولو في
الحكايه دي قدريه يا في اخر كتب اخر جزء هذه السنه بالطبع لا حتى في الاعياد لو موجود في القصص في 27 انا عملت احتفال بها في سوريا في نفس الحاله انا يتم ديالو في المكان واسباب ديالو هو تفادي التجمعات طبقا ما هو موجود في قوانين المغربيه. بالطبع كل المريدين عندهم واحد الاشتياق للحضور هذه الليالي نحن كاملين عندنا واحد الاشتياق حتى في الحج عندنا اشتياق للجوء الى المساجد. هذا الاشتياق الديني والروحي هو لكل واحد هو اللي يمكن يقدر يعطي واحد قوة باطنية للمغاربة باش يواجهوا هذه المشاكل اللي كاينة اللي واقعة ديال هذه الجائحة اللي دخلت العائلات كلهم دخلت المؤسسات كلهم دخلت المسيرين دخلت الشغالين دخلت الغني والفقير ودخلت أي واحد من نتفادى. كما قلت وأكرر أن بالنسبة لي احنا يلا كنا في الموجة الأولى وليس في الموجة الثانية، لأن العدد كبير بزاف باش تكون عند الموجة الثانية، والعدد الوفيات كبير جدا على باش تكون الموجة الثانية. إلا لا حول ولا قوة إلا بالله أننا أمام فيروس اللي تغير المواقف ديالو، في ميتاسيون تغير وضعو، وهذا غادي يكون صعب جدا. إلا هذا تغير يمكن يتغير واحد آخر، ممكن غادي يكون كنواجهو واحد العدد مختلف ديال هذا كورونا اللي عنده عدة أو وجوه وشكون هو الصحيح اللي غادي يتحركها غادي يكون صعب. أما الموقف كيبقى هو أن استعمال الكمامات والنظافة والبعد هذا شيء بسيط وهذا على الأقل من الأخلاقيات ومن السلوك ديال كل مواطن مغربي. نصيحة كتبقى هي أن الإنسان يلتزم بالكمامات، لكن الكمامات ماشي هي ندير واحد الكمامة تبقى بها 4 أيام وخمس أيام حتى سيمانة وتستعمل نفس الكمامة، هذا كفاية. ثانيا الكمامات تعطيها الضوابط ديالها اللي خصها نقطع. أما الشيء السهل اللي ما عندكش علاش غادي تقطع فيها هي المسافة اللي كتحطك بينك وبين الناس اللي خصك لما تكون عندك الكمامة تكون بينك وبينهم ما بين متر حتى متر ونص كتحامي نفسك وتحاميك، لأن وصلنا لواحد الدرجة أن كل واحد اللي غادي يتلقى به يمكن تعتبر أن عنده كورونا. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.